في مدينتنا هذه كما يصفها البعض لوحتان، لوحة البر بأوديته وسهوله ومناخاته وأشجاره المثمرة، ولوحة البحر بصفحته الزرقاء التي تدون عشق العماني لارتياده للبحر وعبابه. ومدينتنا التي نتحدث عنها يوحي اسمها بتعدد القرى، إنها قريات ليست وليدة الحاضر، وإنما هي امتداد لماض عريق مليء بالأحداث، وفيها تتعدد القرى الساحلية. يعني مناطق هني عندنا هناك أول شيء علوة، عندنا الحاجر. حاجر؟ الحاجر بعيدة من هنا؟ إلا أنا بعيد، قريبنا قادفنا شيء قادفنا. عندك الحاجر. أيوة الحاجر، جينا من الحاجر جينا الوسطى، في مناطق زين، في المسيلة، في الجنين، في العينين، في كليات، في يعني شو اسمه، هذه يعني مناطق. حن اول يعني اول تبدوه هذه سكرتني هني، تبدوه هني تربوتنا يعني ربيناها هني في المنطقه هذه. تشوفون هني ايه، هني في هذه المنطقه يسموها بين حارتين. بين حارتين مكان هذا يسموه بين حارتين، الله مساكن. وهذا المكان ايش كان يسموه اللي صوب الثاني؟ هذا منه، هذا منه يسمونه مشكمة. مشكمة يعني حارك وسية. مشكبة. مشكمة مشكمة. حارك وسية. حارك وسية. راسم داود ما حد فيه. إلا في بدواء شوان بدو علايته، ولا هو لا روح خالي 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 في عمامنا لابن سنان يرخو في البحر هناك، يرخو يعني يروح على حسب ما قلت لك، على حسب يعني ما قلت نزاع، ولا ما نشوف فوق سكنه، ما نشوف فوق سكنه، بس معروف معروف راس بداوي. حتى مشينا كويت، مشينا بحرين، اليوم يعني نقعد فيه نسولف، يعني نسولف يعني معهم، قالوا انت وين عن راس ابو داود؟ قلنا احنا في راس ابو داود. راس ابو داود معروف، تنقعد عليه خشب تجي من الاخزر قايد عليه. هذا زمان الصيف، زمان الصيف يوم يصير السيوف، هذه السيوف الحين زمان الصيف، هل ايو هل الكويت هل البحرين هل العيم من كل مكان، الا هالعالي جاي من هين، جاي من يبار الهند، من الهند بيضربهم اللزيب، وبيشتكى مني من راس دغمر الابوام، بتشتك من راس دغمر زين الى المحيط، هذا كله من راس بوداو، هذا كله ابوام هالعالي جاي من يبار. الا هذا في اي وقت؟ هذا في ايام الصيوف، ايام الصيف مع التودي هو وياهم ارباع، راح صور ترى تكاكي على صور، وهلا تراهم جايين ماشيين ببلادهم مودين الساعة خلاص شاحنين، يعني شاحنين بضاعة ما يحتاج من الهند من يبار، نعم إلى الخليج، إلى الخليج. ولأن البحر كان من أهم مصادر الرزق لأهل الساحل في قريات، فقد كان من الطبيعي أن يتجه الكثير من أهالي قريات للعمل في صيد الأسماك، فمنهم من كان يصطاد قريباً من قريته، ومنهم من كان يذهب إلى المناطق المجاورة بحثاً عن أماكن تواجد الأسماك. وللصيد قديماً في قريات طرق وأساليب تختلف عما هي عليه الآن. نصطاد في بلادنا، واليوم مشي يعني عاد هنا يعني مشي تصير يعني الدنيا يعني خلاص خليه نروح مسقط، حد يروح مسقط وحد عن سراي يجلس مكان، حد يروح مسقط وحد يقعد مكان بالهواري. بالهواري نعم. توصلوا الى مسقط بالغادوف؟ نعم نوصل لمسي. توصلوا بعيد في مسقط؟ نعم مسقط عندهم نوبي بال هناك يعني رخي مثلني معني
نمشي هناك عندهم نصطاد. كان عبد المجيد نره هناك معهم. نجلس عندهم. نجلس عاد هناك. يعني بالأيام؟ بالأيام. أنتم أسبوعين ثلاث سوابيع. أسبوعين ثلاث سوابيع ثلاث سوابيع. جينا جايين. يعني. وين جلسوا بالضبط؟ معلق. هناك عندهم. وين في أي مناطق؟ عند سداب. سداب. عزبنا سداب. أها. عزبنا سداب، عزبنا شطيفي. كانت. شطيفي. الحين ما جاء شطيفي. الحين دارسيت. عزمنا هناك معهم وهم كذلك يجوا هني يصطادوا معني ويعزبوا معني يعزبوا معني نصطاد يعني بالجيم طال عمرك نصطاد بالجيم ونصطاد بالزانف والخيط حداك والحجار نشيل حجار نشيل يعني حجار سير نصيد وصيدنا ما كنا مونة عندق سهوة صدى اللي يكون هذا كان زمان الحجار الزانة كان أول كسارة طال عمرك كسارة ناخذ غزل والغزل هذا نكبه يكبون لهالي ويانا مر والغير ونكسره نحيسه بعدين زان صارت زان يعني نجيب يعني كل بعدين من السوق بعدين لا شوان ونصبغ الزانة الخيط هذه نصب تصبوها ويش بالكركل الكركل بالكركل من الجبل يبو شوان شوان ضيفنا الذي يحدثنا عن قريات كان صيادا ماهرا يصطاد في قريات وفي المناطق القريبة منها إذا تطلب الأمر ذلك لكنه أراد أن يتعمق في اكتشاف أسرار البحر فقرر السفر في السفن وانضم إلى طاقم السفينة فتح الخير وهي واحدة من أشهر سفن الغنجة لأهل صور والله أنا طال عمرك بديت يعني سافر الخشب يعني عمري يعني يمكن يعني 30 سنة قصة هذاك الحد بعدني ذيك اليوم شب ما متزوج ولد شب وسافرت يعني عادي يعني هذيك عد المدة وحده أول ما سافرت مني يجي البحرين يينا البحرين محملين كندل حمل كندل من السواحل يينا البحرين نزلنا في البحرين نزلنا في البحرين وسافرنا نبى بصر سافرنا نبى بصر خالي المحمل المحمل خالي عندي المحمل خالي ما خالي 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 تبو النول أيوة كان بنول كان ترى خذ النول نخذ خذ نول ماشي نول
ولا دفع يعني من جيبه وشحن المحمل وتوكل على الله. جينا اني هني بلادين مهره، عندك صيحوت، عندك الغيضه، عندك يادب، عندك دنقوت، عندك رخيوت، عندك معرب، يعني رايحين الى يينا عدن. المحمل جليل فيه، المحمل جليل يعني فيه حمال. جينا في عدن باع النوخذ على التاجر واصبح المحمل يعني ما في شيء، على صباح المحمل يعني ما في شيء. إذا حصلنا نول منك من عدن لمسقط شلينا حملنا، ما حصلنا شيء توكلنا على الله، رحنا البصرة مرة ثانية من عدن نجي رديتوا للبصرة، ردينا للبصرة. إيش حملنا بعدين من البصرة؟ حملنا صح زاهدي نبى المنبي، احنا عاد سفرنا شرق نبى شرق نبى المنبي، صح زاهدي شحنا نص الحمال. شوف شحنا يعني نص الحمال. يينا هني طالب في مطرح، طالب موجود يعني جسم الله يرحمه، طالب بن علي هو سمي علم الله، قديم الحزم كيف في بسر يجيبوه منه من الحجر، بسر شحنا بسر سحفرد طلعنا يينا منبي نزلناه في ساعدنا بالقطايد خلاص. هذه عاد ايش هذه يسموه سفرة عاد يعني خلاف تالي غير عن 12 شهر. ختلفت الأسفار ختلفت، كان أول 12 بعدين صار السفر يعني 10 أشهر 8 أشهر هناك على حسب النول، على حسب النول. رجعنا صور ودينا المحمل، جينا عرمنا المحمل هبيناه دهناه وكل روح اين عاد يعني نرتاح حق الساعة نبعد يعني هيش مادة السيوف، مادة السيوف تباشير القير قير الى حول الثاني. وهذا ريحتوا كم شهرين؟ نريح شهرين شهرين وحن مستمرين ومن بدا الربع توكلنا بقى. تعرضنا طالعين من بصرة من بصرة وقال انه واخذ الحين السنة بنساير البر ذي هذاك البر بر إيران بنساير باغين وين البومبي؟ انبا بصرة انبا بومبي انبا بومبي وضربنا يعني طوفان ما حسينا بالله ان بنعيش وبنجي بلادنا. وضربنا هنا في وكوه مبارك ثلاث خشب خشبة وشيالة وبوم سالم بن ناصر وخشبة وبيعة عبد الله ودراسد الباز سمالها الباز. ثلاثة أيام ضربنا طوفان ليل ونهار سيل رعد برق، يعني البرق ينقصف فوق السطح من شدة العايص. ولك يا محمد بندرني قالوا انه واخذ الدريو والخلاص بند بندته. لك يا محمد بعيد عن البر، عن البر يعني بعيد شوي بعيد عن البر. وانتين مبندرين ثلاث ايام وحين مبندرين فوق كوف مبارك نشرب ماي وناكل فرد السح، نشرب ماي من العيش من الاشياء يعني عيش البحر اللي عشناه فيه يعني ربك سبحانه وتعالى هناك متقص. هذه العيش اللي عشناه فيه حني الزمان هذاك ولا غيرنا قدامنا اللي كانوا قدامنا وشد. أما أنا يوم شفت الشيء هذاك قلت خلاص آخر مرة وبلادي أحسن، البر أحسن والصيادة أحسن بر الله. وبعدين
لما وصلتوا؟ لما وصلنا يعني طاح ذاك الشيء يعني البحر، وصار البحر مثل ما تشوف الحين هادي هادي البحر. يا الحول الثاني جدلنا ركبة غيره، حول ثاني جدلنا ركبة غيره، سافرنا. هذا من حول على حول، هي هذه شغلتنا، من حول على حول هي هذه شغلتنا، وحن مستمرين. وأجازة في الصيف شهرين؟ أجازة شهرين في الصيف بس، راح مع القيط، وبعد ما يخلص القيط ومعد طحن البحر. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغبشة، ترجع باكر دامك الساحل يناديك. نستعلم يرسلنا براوي، يرسلنا برو، عددنا 6-7 أنفار 8 أنفار، يرسلنا براوي. وش يكتب فيها البراوي؟ البراوي يكتب فيها أسامينا، كل حد بأسمه، يكتب فيها أسامينا كل حد بأسمه، فلان بفلان، فلان بفلان، فلان بفلان، ينحن خلاص معنا تكاوير بنكور، وتعالوا النصور، تعالوا النصور، دور نحن عبرة مني بدن أو هوري ولا شيء، سفينة مشينا فيها، وصلنا هنا، عطينا نول هذين اللي جايبني، وحن ترانا. كانت بدانة هني أول معني، كانت بدانة، بدانة معني، وهذاك الرمز بدانة، هي بدانة كان نمشي فيها أول. وصلت صور؟ وصلنا صور، ييني صور، شفنا خشبة في بره. بعدها تنتظركم؟ تنتظركم ترى؟ يهيدوني، 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 إذا ما ييني يسووا علينا ماجورية. أوه، ها إذا ما ييني يسووا علينا ماجورية، غرامة يدفعوكم بلا شك ذا كلام. كيف؟ ماجورية إذا ما ييني وتأخرنا عن الوقت وشحنوا ويادنا خشبه هنا، لازم ماجورية علينا. ولكن عاد هناك مع السماحة نشحن البضاعة في سنابيج، سنابيج تقول يعني فضفار يعني بانوش. اي السنبوق يعني أكبر عن البانوش. هذه القندلة فين؟ القندلة خور الحير، خور الحير، خور الحير، راس الحد، راس الحد، نقدس هناك أكوام، عاد نجي من هناك نشحنها من هناك. أنت تطلع منصور؟ حنطلع منصور. والخشبة فاضية؟ فاضية، خالي، خالية، خالي، ما فيها شيء؟ لا، خالي. حال وين؟ خور الحير، خور الحير. جينا وطرحنا هناك في بندر وصرنا نشحن في ماشو. تمينا 4-5 أيام 6 أيام، خلص، خلصت الشحنة، جينا صور بالخشبة. تروح في بارة على راس العيق، هم سموه بارة، هناك سموه بارة. شوف كيف على راس الحي العيق، شوفوا كيف تموا النواخذة 6-7 أيام، عن أسبوع ما يتموا النواخذة، عن أسبوع ما يتموا، ما يتموا. سافرنا علينا علينا، احنا عاد هني قريات ما نجي خلاص، جينا عاد الخليج مثلا، قطر مثلا، يعني البحرين. شوف كيف نزلني، نزلنا إذا ششاري ما ششاري، رحنا البصرة عبادان. كانت فرضة. وين كانت الفرضة؟ اللي فرضة هني، هني كانت هني، هني يجيبوا حطب، يجيبوا حطب سمر ويكدسوه لي ويشل لنا بدانه مسخط، بدانه يشل لنا يعني مسخط، ونوره، نور يجي الصدي. من وين يجيبوها النوره؟ ها؟ النوره من وين يجيبوها؟ يجيبوها من لي، يسوونها مهاب. يسوونها مهاب، مهاب يسوونها، يسوونها مهاب النوره ويشلوه مسخط. بنوبه في مسخط شيء ملح كان هنا؟ ملح، الخور، خور ملح هذاك هناك، خور ملح، خور ملح، نعم. ويجيبوا منه ملح؟ يجيبوا منه ملح. كيف كانوا يرتبوا الملح؟ يرتبوا الملح يلو في كياس يخلوه، يلا نوب ناس تراها، يلا ناس هناك تخدمه، تراك كل حد منهم انت، كل حد
كل حد يعني علمه انت. الحين الصياد علمه انت، الملح علمه انت، هذه يعني شو اسمه النخل يعني هناك يعني اللي يزرع علمه انتهم، وكل حد يعني فهمه انت.